نحن مع التصدير ولكن مع المنتوج المحلي أنه يكون هو كذلك موجود، والتصدير عنده الإمكانيات ديالو. أجودوي إلا كانوا الأثمنة غالية في لي برودوي فيتوسانيتير أو لا في لي سومونس ولا هذا، بالنسبة للتصدير ما كاين حتى إشكال لأنه كنطبقوا الثمن ديال السوق في داخل البلاد. يعني بلي كيدوبلا الأثمنة صعيب باش تدوبلي الأثمنة ولا الضبون في ثلاثة في الأثمنة ديال السوق، فلهذا لازم أنه نشوفوا معكم كيفاش نديروا شي برامج إن شاء الله لتحسين المضودية ديالكم باش يبقاو على الأقل يعني الأثمنة اللي داخل السوق ديال البلاد يعني في واحد المستوى اللي هو مقبول. إذن جو سي كو يعني وأنا أتجه يعني لرؤساء الفيدراليات ومعنا لو سيستيم فينونسيي ومعنا يعني الإخوان كلهم اللي حاضرين، ف il faut garder le moral. يعني سي دون لي مومون ديفيسيل، في الوقت اللي هي صعيبه، في الوقت اللي فيها الشتاء اللي هي قليل. نهار اللي دخلت انا المخطط المغرب الاخضر في 2007 راه الا عقلتو ما كانوش لي سومونس باش تفلحوا وما كانوش باش تعملوا، والحمد لله شفتوا كيفاش دوزنا 10 سنين ولا 12 عام يعني في احسن وقت. والان الله يخليكم تركزوا على مخطط ديالكم ديال الجيل الاخضر اللي تقدم لصاحب الجلاله، هذا هو المستقبل.